معانا على التليفون من روسيا طبعا زميلي العزيز والاعلامي ومدير تحرير جريده الوطن الاستاذ ايهاب الخطيب. استاذ ايهاب عمر، اهلا بيك ومشاهدينك الكرام وكابتن شريف عبد الفضيل. طبعا يعني هارد لك خساره منتخب مصر، حضرتك موجود في روسيا واكيد يعني كلنا زعلانين على خساره منتخب مصر وخروجه من مونديال روسيا ليكون اول منتخب يودع المونديال رسميا. استاذ ايهاب يعني اكيد عندك كلام كتير عايز تتكلم فيه. هو طبعا مش رسميا، لان مهما كان ديك حظوظ صعبه مش هتحصل، ولكن يعني الارقام يعني هو المنتخب الروسي اول من تاهل على فكره. ايوه احنا بالظبط منتخب روسيا تاهل رسميا. نعتبر احنا برضو يعني خلاص خرجنا، ولكن يعني الامور مش بالشكل طبعا هارد لك المنتخب المصري، لكن انا بقول لك دي هزيمه متوقعه وهعيد لك تاني هزيمه. طيب متوقعة. ليه بقى يا استاذ ايهاب يعني ليه هزيمه متوقعه؟ ليه حضرتك قلت دايما احنا اتكلمنا اول امبارح واتكلمنا في شويه اسباب لكن كان عندنا امل ان منتخب مصر يكون قادر على الفوز، لكن عايز بقى حضرتك تحكي لي اسباب خساره منتخب مصر المتوقعه من وجهه نظرك. هناك اخطاء تنظيميه وهناك اخطاء فنيه وهناك اخطاء يتحملها لعيبه المنتخب. طبعا الاخطاء الدفاعيه متكرره بشكل كبير جدا، ومعانا واحد من افضل المدافعين في تاريخ الكره المصريه كابتن شريف بيقول لك ان التمركز والاخطاء والسرحان اتكلمت يا بوب فيها والله. قلت اتكلمنا بص يا استاذ ايهاب اتكلمنا في ثلاث نقط، اتكلمنا في وجود سرحان واخطاء ساذجه واخطاء متكرره. انا بس عايز ادي البراءه الكبر في القصه دي، فيكتور الكبر نبه على القصه دي اكثر من مره ونبه على الاسلوب. في هدف بالكربون، الهدف الثاني المنتخب المصري هو الهدف الثاني في المنتخب السعودي، هو بالظبط. لو جبت الهدفين نفس الهدف دخل المنتخب السعودي الثاني، هو الهدف اللي دخل بنفس الطريقه، والاثنين اللعيبه يعني هي نفس الطريقه، ولكن انت عندك اخطاء، انت العرضيات فيها مشكله بشكل كبير. اديت الشوط الاول بشكل كويس جدا، عجزت في الشوط الثاني ان تتواجد. هيكتور كوبر ربما اخطا في جزء من لعب مروان، وكان الاجدى ان يبقى محمد صلاح اللي لسه جاي من الاصابه مش هيقدر تعتمد عليه بشكل كبير ولا يقوم بالشكل الدفاعي، هو اللي يلعب ويبقى تحتيه ورده وتريزيجيه وعبد الله السعيد. التغييرات اتاخرت جدا وكان فيها حاله من يعني 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 من الاستغراب. لاول مره، وطبعا ده ما ظهرش عندكم في التلفزيون، كل اعضاء الجهاز الفني بيقوموا يدوا تعليمات. ماتش اوروجواي كان كوبر بس اللي واقف على الخط. يعني حضرتك بتقصد ان يعني جميع الافراد اظهرك مستر هيكتور كوبر فيها رجاله وعدم تنظيم يا عمر. يعني النهارده لما كوبر واقف على الخط يطلع فايز يقول كلمتين، وجنبيه فانتا بيقول، وجنبيه اسامه نبيه بيقول، وجنبيه كابتن احمد ناجي بيقول مش عارف للشناوي. لا مش كده، هو لان كان في حماس زياده عند الجهاز الفني وعايز يوصل لعيبته معلومات في ظل اخطاء غريبه من لاعيب المنتخب اللي فاقدين تركيزهم بالمره، وكلنا عارفين فاقدين تركيزهم ليه. انا اقول لك على حاجه ثانيه، التنظيم في اقامه معسكر انك تقعد في جروزني وبعدين تروح مدينه وترجع ثاني اكتربيرج وترجع جروزني وبعدين تروح ثاني اكتربيرج وبعدين هترجع ثاني جروزني، وبعدين درجات الحراره متفاوته بشكل كبير والساعه البيولوجيه متغيره بشكل كبير، فتنظيم اقامه المنتخب لم تكن في حسبان مدير المنتخب ايهاب لقيطه. فبالتالي انا بقول يا جماعه ما فيش تنظيم، احنا كلنا كنا بنقول نوصل كاس العالم، لا نظمنا الاقامه ولا نظمنا تواجد بعثه المنتخب ولا نظمنا بشكل كبير. كوبر الراجل عامل مجهود مع اللعيبه، ولكن في الاخر في اخطاء ساذجه جدا بيقع فيها اللعيبه. الشوط الثاني يعني اللعيبه اختفت بشكل كبير جدا، مش متحملين الاجهاد، عملنا كل حاجه في مباراه اوروجواي، وبقول لك وبعلنها من خلالك ان مباراه كوبر مع المنتخب المصري امام نظيره السعودي هي المباراه الاخيره للجهاز الفني بالكامل. يعني يا استاذ ايهاب عايز اتكلم مع حضرتك، يعني حضرتك قلت هزيمه متوقعه واتكلمنا في ثلاث نقط، حضرتك ذكرت ثلاث نقط واتكلمت عن النقطه الفنيه. هل حضرتك شايف ان في اي اسباب اخرى ممكن نقول عليها اثرت على منتخب مصر؟ وكابتن شريف كان اتكلم معايا في اول الحلقه على يعني ضغوطات وعدم تركيز للمنتخب بسبب اسباب يعني غير فنيه موجوده حضرتك في روسيا، فيعني عايز اعرف من حضرتك هل فعلا ممكن يكون في اسباب غير فنيه ممكن تكون اثرت بشكل سلبي على المنتخب؟ مقالي اللي نازل في جريده الوطن بكره اسمه منتخب مصر للبيع، كل باع المنتخب المصري سواء الرعاه اللي استغلوا المنتخب اسوء استغلال
خسر بقى الطياره والناس اللي جت وعملت ومش عارف ايه بشكل غير منظم بالمره، واقحام هذه المجموعه داخل فندق اللعيبه، ده خطا كبير جدا جدا. وقفلت النهارده قفل عليهم. يعني فعلا يا استاذ ايهاب، يعني كابتن شريف عايز اسال حضرتك. استاذ ايهاب بس عشان انا الموضوع ده اصلا مضايقني، لان انت انا هقول لك بتعلن عندكم دلوقتي ان محمد صلاح ورمضان صبحي هم اللي هيدخلوا يعملوا الماتشات. طيب كابتن شريف عايز يسال حضرتك سؤال يا استاذ ايهاب. طبعا استاذ ايهاب انت فاكر احداث ام درمان؟ لا، ما هي هو بتتكرر نفس القصه بالظبط، هي اللي بتتكرر، ودي كان ليها تاثير. كمان عايز اقول لك حاجه، الاخطر بقى والجديد على المنتخب ان لعيبه المنتخب المصري بيصوروا تقارير للبرامج في اوضهم، وان بعض اللعيبه هي اللي بتقوم بتصويرهم. يعني انت بتقعد كلعيب، دي كارثه دي يا استاذ ايهاب، لقناه ولعيب تاني متفق مع القناه هو اللي بيقوم لك بدور الكاميرامان وبيصور بمعرفه احد اعضاء الجهاز الفني ارنبيطه في زوري، وتفضل بقى تصور وتبعت، وبعدين ما فيش كنترول، وبعدين الحاجات دي بتتعدل، وبعدين بعض الاعلانات اللي بتتعمل للمشروبات وشاي ومش عارف ايه وحاجات برضه بتتصور بموبايلات بتقنيه عاليه داخل الغرف. التركيز مفتقدينه تماما، لان الكل استحل تورته كاس العالم في حظ بعض الامور مدفوعه الاجر دون التصرف بشكل احترافي، ودي كانت واحده من اكثر الامور اللي فقد التركيز. يعني التركيز كان قليل جدا، بجانب بعض الضغوط من عدد من اللعيبه انها تشارك في كاس العالم. خد بالك بقى المباراه الجايه كمان، مباراه السعوديه، بعد خلاص ضيع الامل في عدد اكثر من اللعيبه، هيبقى عنده بعض المشاكل او هيطالب ان هو هيشارك. يعني حضرتك بتتكلم على الكابتن عصام الحضري مثلا في المطالبه ان هو يشارك في المباراه القادمه علشان يكون حقق رقم. بس انا بتكلم على حاله يا استاذ ايهاب، انه يشارك يا كابتن عمر عصام، لو ما طلبش ان يشارك احنا نطالب انه يشارك. مظبوط، يعني يعمل رقم وخلاص. انت خلاص، يعني مش هتتكلم في النقطه دي، لان خلاص القصه، لانه هيحقق رقم كبير وهيحقق رقم هيتكتب في التاريخ. فالامور انت مش دي اللي هنقف عندها. يعني انا بقول ان 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 الحمد لله كان امكانياتنا افضل من كده، كنا ممكن نعمل اكتر من كده في مباراه اورجواي، كنا ممكن نعمل احسن من كده. اما هذه المباراه انا متوقع، ودخلت معاك اول امبارح وقلت لك ان الامور لا تسير بالشكل الصحيح، ويمكن انا بس ما كنتش عايز اتكلم في بعض النقاط الا لما تخلص المباراه، لان الامور كانت صعبه جدا 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 في استغلال المنتخب من خلال بعض الرعاه ومن خلال اللعيبه نفسهم ومن خلال يعني امور اول مره نشوفها، وكان لازم تكون فيها وقفه. فاداريا المنتخب لم يضر بالشكل المطلوب، وكانت النتيجه الطبيعيه للفككان اللي كان فيه المعسكر ان تخرج المباراه بهذه النتيجه. استاذ ايهاب، حضرتك في الاول اتكلمت على نقطه يمكن يعني انا خدت بالي منها وعايز اسال حضرتك سؤال ليه علاقه بالمباراه الاولى. مين المسؤول عن ان منتخب مصر يكون فيه يعني سوء تنظيم ما بين المدن اللي بيقيم فيها المنتخب واقامه المباريات؟ الدليل على كلام حضرتك ان عدم ذهاب 5000 مشجع مصري الى مباراه اورجواي بعد ما تم شراء التذاكر، علشان اتفاجئوا ببعد المسافه اللي موجوده ما بين مدينه موسكو ومدينه سان بيترسبيرج. القطر هنا تركب القطر 28 ساعه و36 ساعه عشان يوصلك من مدينه لمدينه، احنا بناخد طيران داخلي 4 ساعات و5 ساعات عشان نروح من مدينه لمدينه. انا مش عايز اقول لك احنا هنا يعني مش عايز اقول لك على معاناتنا احنا، لكن احنا بنقول هو ده شغلنا، لكن انا بقول لك الجماهير الله يكون في عونها ما حدش نظم حاجه، اما المنتخب ما حدش نظم له حاجه، حد يفتكر ينظم للجماهير؟ لما انا بسال حضرتك مين هنا اللي كان المفروض يتحمل المسؤوليه؟ مين اللي كان المفروض يكون قبل ايه؟ هو المفروض مدير المنتخب هو الحاجات دي تتعرض عليه وبتاع مع المنتخب برضه مع اتحاد الكوره، ولكن اللي مالوش ده. وبعدين الناس اللي راحت وسافرت وشافت القرعه وشافت الدنيا وشافت المدن وراحوا شافوا الكلام ده فين؟ في فروق كبيره جدا. وبعدين الاتحاد الدولي بيبقى عامل لك كل الامكانيات عشان يوفر لك الامور اللي انت عايزها، انت ما طلبتش حاجه ليه؟ وبعدين اخترت انك تقعد في حته بعيده وتقعد فيها وكل شويه تروح لها وترجع، بقول لك مع اختلاف الجو هناك حرج على فكره،
في مشكله كبيره جدا بعد المباراه الاولى، لان جروزني حر، رحت على اكتنبرج برد جدا. والنهارده حصل هطول امطار قبل المباراه يا باشا. رجعت على جروزني حر جدا، رجعت تاني على سان بطرسبرج درجه الحراره كانت 4 وامطار وسيول والدنيا، يعني الدنيا مش مظبوطه بالمره. فبالتالي ما افتقدنا التنظيم للمنتخب، افتقدنا. وانا الكلام ده مش بقوله دلوقتي، انا كل اللي بقوله لك ده هتلاقيه بعد ساعه في الجورنان عندي، انا كاتب المقاله دي من امبارح بالليل وبعتها قبل نتيجه المباراه اساسا، واضحه وباينه. وللاسف يعني كان نفسنا نخرج بشكل مشرف افضل من كده. كان يعني شوط اول خلص بشكل مميز جدا، 12 دقيقه فقدنا فيهم التركيز، فقدنا فيهم المباراه، منيا مرمانا بثلاث اهداف. يعني انا بقول ان الجيل ده هيبقى عنده القدره انه يقدر يأهلنا تاني، ولكن الامور يعني يجب ان تسير بشكل افضل. الجهاز الفني يعني فنيا عمل اللي عليه بتحفيز اللعيبه بتاع الاخطاء الدفاعيه اكثر من الحد اللازم، الاخطاء الدفاعيه في المنتخب المصري اكثر من الحد اللازم، والدوري المصري لم ينتج. لما تيجي تدور على سيرد باك مش لاقي، على الدندر مش لاقي، على بلاي ميكر بديل عبد الله السعيد مش لاقي، على فيرود يقود المنتخب المصري في كاس العالم مش لاقي. بالتالي كان الله في عون الجهاز الفني في الاختيارات اللي كانت قدامه، ودي كانت افضل مجموعه بيتهيألي تكون موجوده، لكن الفتره الجايه ربنا يكرمنا بتدعيمات لهذه المجموعه عشان تستمر. هل لك استاذ ايهاب كان في ازمه في معسكر المنتخب بسبب طلب مشاركه الكابتن عصام الحضري في مباراه روسيا؟ خالص تمام خالص. يعني كان حضرتك عارف احنا بس بنسال حضرتك بعض الكلام اللي طبعا بيتم تداوله شوف في السوشيال ميديا. عصام الحضري ممكن يكون كان زعلان عشان ما بداش طبيعي، واي لاعب مش هيبدا هيبقى زعلان، انما لم يصير اي مشكله بالمره، ولم يتحدث ولم يصير اي ازمه. وده كلام انا عملت معاه حوار اول امبارح ونزل واتكلمنا، وحوار معمول بالفيديو ومواجهه بالقصه دي ورد، واحنا متابعين الامور بشكل كويس. لما حصلش ما فيش اي لعيب اثار اي مشكله. انا بقول لك المشاكل هتثار النهارده وبكره وبعده في اللعيبه اللي نفسها بقى تشارك، يعني حتى تبقى نالت شرف المشاركه في كاس العالم. استاذ ايهاب زميلنا والاعلامي ومدير تحرير جريده الوطن، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وتوضيح بعض النقاط الخاصه بمعسكر المنتخب في مونديال روسيا 2018، وايضا اسباب خساره منتخب مصر.